في منها خامات مختلفة ومكانها في مصر، ولينا كمان محل في سوق فسطاط الحاجات اليدوية في مصر القديمة. ومكاننا في القاهرة في خامات مختلفة، في حاجة زي الملز دي اللي هو قبل ما يعملنا العربيات، في الأصول في منها برضه كذا خامة مختلفة، في صوف وفي قطن وفي كتان. ده القاهرة كل الحاجات دي تطريز يدوي 100% حاجة زي كده. كل ده في يدوي. طيب ازيك يا حسنان؟ ازي صحتك؟ شفت الاجازه؟ انا ما جبتش اجازه بكره في القاهره. ده ايه بقى؟ محافظه ايه؟ القاهره. كويس كويس. ده شغل ايه بقى؟ شغل مكان ولا شغل ايه؟ ده شغل مكان مصري، ده كلوز، هنا كلوز، ده خيش، ده شغل يدوي، برضه ده شغلنا، تشكيله من هاند ميد. حلو.